على دينك. ده بين الدورة الثانية في مشلاتي هو متضرر ميتين ابو عهد طالع قاعد في معسكرات نزوف ورجوف. بجي بقول يا اخي انا انت فتنه يا احمد كسره، بل بجي بتكلم بحرقه هنا ما في يا جماعه، ما في زغاوي يا جماعه، بجي ولا فوراي ولا وات ايفر، بجي بقول يا اخي انا يا جماعه انا عرفته شميت ريحته زمان، وذاته كويس ذاته يعني صبتنا له حته رده واحد، وقال يا اخي عن كتر مرو قلت للناس دي والحجر، قال لي العرب مروهم الجنجبيل، قال لي لا لا كده الموضوع بتاع القبيلة ده بيتلغي بعدين لما الدولة تكون دولة يكون في دستور دائم وقوانين عشان ما يجي يكتبوا لك في جنسيتك. انت قبيلتك شنو يسألوك؟ ما يسألوك الكلام ده، ما يسألوك، ما يسألوك بعدين. يعني احنا دايرين نلغي الكلام ده، لكن حسي ان احنا كترونا باسم القبيله، باسم اثنيه بيتلموا كده، يقول لك ان احنا كقبائل عربيه من النيجر ومالي وسنتر افريقيا وبتاع، قتلنا كده منو قدام السلاح البشير الحالي. كل الاحزاب ديل لموا سلاح وطلعوا من مخازن بتاع الدوله، عدوا المجرمين ديل ودقونا. والله العظيم عليك الله، في عليك الله، عليك الله يا جماعه، سيرتي كمان كده كده كده، واحد من سيرتي كمان يا جماعه اكتب لي دواء هنا عشان ذاته انا نسالك انت كوره وصلاتي وتجي تقول لي انا يعني انا فتنه ده كده كده يا جماعه، كان في واحد سيرتي كمان يقدم لي دواء هنا عشان لو انت ذاتك كلامك نفس الكلام الزول ده تتركب فينا لما تتكلم له كويس، اكتب لي عليك الله سيرتي كمان كده، واحد عليك دينك اكتب لي دواء هنا، في دول عليك دينك وايمانك، في دول منكم كده دول باجي بقول لك انا فتنه كده كده، ندي واحد هنا من سيرتك من كده كده ده طيب ده ابو يخش معي، معقوله؟ معقوله يا جماعه؟ عيسى مدريد ده كان ردم وناس ابو رهف وبتاع ده كده ناس كويسين، بس احمد كسر انت قاتل، انت مجرم، انا سكنت الناس معسكرات النزوه واللجوء، انا اللي قتلته، انا زي ما قال في هناي انا ناشط حقوقي، عمك هنا قال في واحد انا اجيبه لك هنا قال هو ناشط سياسي. دقيقة اصبر لي بس 5 دقائق، انا فهمته، انا كان داير اناقشه لكن هو ما بديني فرصة عشان انا اناقشه في الموضوع، محروق من الموضوع بتاع كوري وما ادراك ما كوري كويس، وقال الموضوع بتاع كرينك ده يا جماعة عليك الله، الموضوع بتاع كرينك ده ان احنا اعتدوا علينا ولا نحن اعتدينا عليهم، وهو بس كرينك بس في دارفور دي كلها، امشي شوف الناس الغلابه والمساكين الموجودين، الاهانه والذل والحوار يا جماعه، لو انا مثلا لو وقفت يا جماعه عشان انا داير اوصل الرساله دي للجنجبيل، لو انا وقفت الجنجبيل كده بخلوا قتلي نديكم 10 يوم، رايكم شنو يا جماعه؟ انا بجيب شهر كده نشوف، شهر ما بيشتغل لايف، نشوف الاوضاع دي حميتي يسقط والكيزان يسقطوا والناس يرجعوا من معسكرات النزوه واللجوء والجو من برا يرجعوا، رايكم شنو يا جماعه؟ نجيب شهر، شهر يا جماعه، شهر كامل ما نطلع لايف كده نشوف الزول ده، لانه قال طيب مرحبتين. الو السلام عليكم حبابك الله. الحمد لله. ممكن تديني في اي والله اللي اتكلم معك حسن ضفتك ولا سمعتك؟ نعم ضفتك اي تفضل اي ممكن نتكلم في اللايف مباشره تفضل اي اوكي. نسمع الرسائل كثير جدا يا احمد وانا حسن، بس البرنامج اللي انت بتتكلم فيه حاجه شويه كده ده نضيف عليك ونقول لك الحاسس شنو. برنامج انت لما تتكلم عن البرنامج السياسي، هل انت اصل السياسي ولا الزول بتاع انا؟ ده رقم واحد. رقم الاثنين، انت لما تتكلم في السياسه ده حاول عشان تركز وتدي الناس الاقناع الكافي، لانه انت لما تتكلم في السياسه وانت قاعد في اوروبا سبحان الله. كلمتك يا احمد كنت سؤال. انا اسمي حسن، حسن دبرو ماشي عبد الله، انا اسمي احمد. طيب شنو احمد يعني؟ احمد دبرو
انت انا موجود، اسمي حسن ابو بكر، وانت موجود في فرنسا، فيلم جيت فرنسا ليه؟ خليني نتم وانت لا تسال انا عشان سؤال اوصل بسألك، اول مره انا نتكلم، بسألك، انت ما جيت، حدا بيجيبه ونتكلم، خليني لا اكلم انا حسن لا اسال انا انت جاوبني، جيت فرنسا ليه؟ اولا هنتكلم، ماشي نتكلم عن اتفضل كله. الو اتفضل، اوكي، انت اول ما ناس تقول انت، انا سألتك نعم سؤال انت ظروف حبيبنا، انت جيت فرنسا ومشيت الاوبرا، قلت في الاوبرا شنو؟ نتكلم كان داير اي حاجه لا لازم انا ما تقول نتكلمه. الو قال لي انت ده اديني فرصه لما اصبر، مشيت اديني فرصه، انت تشاد، ما سوداني انت صح ولا ما صح؟ انا ما سوداني اي ما سوداني، ما سوداني، اوكي، قال لي طيب كل ما كل سوداني، نديك الكل، ما سوداني، نديك التفاصيل ونص، لا 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 نديك لا التفاصيل لا ونتكلم حبوب انا كسودان حبيبنا، وما لا لا سوداني لا ما لا فيش لا مشكله. لا انت فارق هذا، شوف واحد جنجويتك على وين يا زول، انت وحم ولا شنو حبوب؟ انت ما زول بجي بعارف ده، ناس استلموك زمان يا اللي كتبوا هنا، انا شخصيا دولة تشات ما عندي معاها مشكلة، انا انت وحيد الزرقاء من تشات ومالي وسنتر افريقيا بتاع زول التشادي الزرقاوي المتضرر اللي بجي بقيف معانا، احنا ما مننا ما مشكلة نخليه يتكلم هنا، لانه ذاته متضرر وان دق في 35 في كوريه، لكن تشادي بجي بيقول لي لا لا انت وانت انت جيت هنا قلت شنو؟ وليه جيت فرنسا؟ ده الموضوع يا خمسة بروف ده يا زول، امشي انتقل لك الجمارك يا زول، بلاش مساحه ما تعرفني ولا شنو يا زول، انت والله يا حبيبنا فتحت لسانك زي ده بنعرفك، امسك 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 البروف، امسك 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 الجمارك، امسك مارك الجمارك الجمارك يا زول، انت مهجر ساكت ده، لا وحمي ساكت مهجر ساكت ده، فلان قاعد طبعا تشاد كدوله، نحن لما ضربونا ما لقينا ملجأ نقعد فيه الا دوله تشاد، هي الجيش التشادي والشعب التشادي، توحيد الزرقاء انت كزرقاوي متضرر تشاد، النيجر سنتر افريقيا تمشي ليه جامبيا كل البلد ده شفت ليه نيجيريا حبايبنا اللزم، لكن انت تشادي وبلاك تجي تعترضنا هنا في لايفنا تقول لا لا والله وانت كده وانت ناشط وانت بتيخ وبتاع، انت افن انت مهجر يا زول، انت وسخ، ما تيجي تتكلم، امشي افتح هناك لايف وكوري هناك تشادي متضرر كبلاك بيبول، ما عندي معك مشكله لازم تفهم بيدي بيدي، جيت هنا فرنسا كيف؟ وجيت هنا قلت شنو؟ كيس انترفيو في الانترفيو قلت شنو؟ بسالك انا بسالك سؤال، انت جيت هنا ليه؟ انت قاعد في فرنسا وتطردني؟ مستحيل يا جماعه، انت طيب في انترفيو قال شنو؟ قال الجنجويت القتل عمر البشير قاتل مجرم غزر بتاع، كل الفرنسيين اكد على الكلام ده، بصموا بالعشره ادوك بيت وادوك ورق، كلنا نحن الان ضد الجنجويت وضد البشير، الاوراق اللي هنا حسي الموجوده هنا ده كل الناس دي شفتها، ها نحن ضد الجنجويت، والجنجويت البجينه هنا في البلد ده هو في قبيله اسمه جنجويت، المهم واسم من المستعربين البجي هنا الا يشيل الا يشيل ورق بدم اهلنا نحن، ما يقدر يتخيل بيشيل دم ورق بدم اهلنا نحن، وفي النهايه بكون ضدنا وبرسل قروش لاهله بقول له شيلوا سلاح وقتلوه، انت قادر تفهم الكلام ده كله؟ انت كتشادي انا مليون مره والله ده بديت بغنيه تشادي، كتشادي مضطر ما عندي معك مشكله، لكن كتشادي غاتل مجرم ولا فلنجاي اوي ما بخليك تتكلم هنا طوالي بقطع في تشلو، في تشادي فلنجاي وجنجويتي وفي تشادي مضطر ومسكين وغلبان، هو ذاته عارف نفسه هو عارفني وانا عارفه، والان احنا الان اخوان في ليبيا في المنجم في اي مكان وكده، وديها ليه نيجر ومالي وسنتر افريقيا وبتاع، وديها ما بخليك ما بخليك امشي افتح لايف هناك اردمني قول يا جماعه، انا يا جماعه شير 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 يا جماعه الخير عشان يعرف الخير، انا در نردم محمد كسر كم نفر طلعوا في لايفات دقوني رديت عليهم ولا عندنا حاجه، من حقك انت كتشادي فلنجاي ولا انت جنجبيتي من حقك تطلع لايف تقول يا جماعه شير الليلة انا داير افجر احمد كسر ده، بس ما انا قاعد اتكلم بلساني صح؟ انت برضه تتكلم بلسانك بخيت وعديل عليك، انا لو لقيتك في الفيسبوك جريت الفيسبوك بشير لك ذاته، المهم نمشي قدام ندي دعاوي عشان ما هناك، اوه لازم نقطع الطريق هذول، نقطع الطريق هذول للناس يا دول، هوي حبيبنا طبعا ناس الخرطوم عارفين اللي ده كله يعني. السلام عليكم يا عم الكسر. حبابك الحمد لله. طبعا يعني
الزول الكاش قال يعني قال مسألة دي اطلع اطلع منه اطلع منه ده خلوه اكت شلود منه وهو ما جن... اطلع منه الله اوبا با 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 دير ادي دعوه ثانيه ادخل نفرين اديتك شلود قدم لي دعوه ثانيه خليه ده اطلع منه. اوه يا زول اوه يا زول الله يفاد ده فيه صراع جد فيه يا زول فيه معارك ثقيله جدا يا زول قال انا تشادي محمد